مشاهدي برنامج كاب ليغ، مرحبا بكم في حلقة أخرى. بعد توقف طويل تكتمل الحصيلة اليوم بمشاركة كل الدوريات الأوروبية المهمة. البداية دائما من الدوري الإسباني، حيث أجريت مباراة جمعت بين ريال مدريد وإشبيليا، فاز فيها الملكي بهدفين نظيفين سجلهما كل من كاسيميرو في الدقيقة 78 ولوكا مودريتش في الدقيقة 92. نادي العاصمة الآخر أتلتيكو مدريد فاز بدوره بثلاثية نظيفة على مضيفه ويسكا، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 31 لوكاس هرنانديز، ثم أضاف سانتياغو أرياس الهدف الثاني في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 71 ختم كوكي أهداف الروخي بلانكوس. إلى البلوغرانا الذي لعب مباراة مع ليغانيس وفاز فيها بثلاثية سجلها كل من ديمبلي في الدقيقة 32 قبل أن يتعادل مارتن بيثويت في الدقيقة 57 لليغانيس، وفي الدقيقة 71 احتسب هدف للاعب لويس سواريز أثار جدلا تحكيميا في المباراة قبل أن يختم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة بهدف لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة 92. في ترتيب لا ليغا يحتل الصدر البلوغرانا ب 46 نقطة، أتلتيكو مدريد ثانيا ب 41 نقطة، ريال مدريد يصعد للمركز الثالث ب 36 نقطة، وإشبيليا في المركز الرابع. إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، والبداية مع قمة هذه الدورة والتي جمعت بين فريقي أرسنال وتشيلسي، واستطاع فيها الأرسنال أن يحصد النقاط الثلاث بفوزه بهدفين نظيفين، وسجل ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 14 ثم أضاف لورون كوسيلني الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 39. مباراة أخرى جمعت بين ليفربول وكريستال بالاس الذي كان خصما صعبا على الريدز، واستطاع الفريقان أن يقدما مباراة نارية انتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. وافتتح بالاس باب التسجيل في الدقيقة 34 قبل أن يعادل محمد صلاح الكفة لصالح ليفربول، ثم أضاف فيرمينو الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 53. وفي الدقيقة 65 تعادل فريق كريستال بالاس واحتدت المباراة قبل أن يضيف صلاح الهدف الثالث لليفربول، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الرابع للريدز في الدقيقة 93، وبعدها جاء الهدف الثالث لفريق كريستال بالاس. مانشستر سيتي حقق فوزا سهلا على هدرسفيلد بعدما ربحه بثلاثية نظيفة جاءت في الدقيقة 18 من توقيع دانيلو، رحم ستيرلينغ في الدقيقة 54 وساني في الدقيقة 56. مانشستر يونايتد بدوره فاز بصعوبة على برايتون، وسجل بوجبا هدف اليونايتد في الدقيقة 27، وأضاف راتفورد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 42. أما هدف برايتون الوحيد فجاء في الدقيقة 72 من توقيع اللاعب باسكال جروس. في ترتيب البريمير ليج يحتل الصدارة ليفربول ب 60 نقطة، مانشستر سيتي ب 56 نقطة، توتنهام هوتسبير في المركز الثالث، تشيلسي رابعا، وأرسنال في المركز الخامس، مانشستر يونايتد في المركز السادس ب 44 نقطة. في البوندسليغا فاز بايرن ميونخ بثلاثية مقابل هدف واحد أمام مضيفه هوفنهايم، وسجل غوريتسكا هدفي البايرن في الدقيقة 34 والسادسة والأربعين، وبعدما تعادل هوفنهايم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثالث للبايرن في الدقيقة 87. دورتموند فاز هو الآخر بصعوبة على لايبزيغ بهدف وحيد سجله أكسل فيتسل في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول. في ترتيب الدوري الألماني يحتل دورتموند الصدارة ب 45 نقطة، بايرن ميونخ في المركز الثاني ب 39 نقطة، وبروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثالث ب 36 نقطة. إلى الكالتشو، فاز نابولي على لاتسيو بهدفين مقابل هدف،
افتتح كيخون باب التسجيل في الدقيقة 34 ثم أضاف ميليك الثاني في الدقيقة 37 فيما جاء هدف لاتشيو الوحيد في الدقيقة 65. روما بدوره فاز بثلاثية مقابل هدفين على ضيفه تورينو. افتتح روما التسجيل في الدقيقة 15 ثم أضاف كولاروف الثاني قبل أن يسجل تورينو الهدفين، وحسم الشعراوي اللقاء بتسجيل هدفه الثالث. في ترتيب الدوري الإيطالي يحتل البيانكونيري المركز الأول ب 53 نقطة، نابولي ثانياً، إنتر ميلان في المركز الثالث، روما رابعاً، لاتسيو، أتلانتا وميلان سابعاً ب 31 نقطة. ننتقل الآن إلى ليغا، وفي مباراة سهلة للفريق الفارسي استطاع أن يسجل 9 أهداف نظيفة أمام ضيفه غانغون، وسجل نيمار دا سيلفا هدفين، كيليان مبابي 3 أهداف، أديسون كافاني هاتريك هو الآخر، ومينيغ الهدف التاسع للبي إس جي. سانت إتيان بدوره فاز على مارسي بهدفين مقابل هدف، وسجل لسانت إتيان هدفاه اللاعب التونسي وهب الخرزي في الدقيقتين 59 من ضربة جزاء والثامنة 88. ليل فاز على أميون بثنائية مقابل هدف، وبنفس سيناريو المباراة السابقة افتتح أميون التسجيل في الدقيقة الخامسة، إلا أن ليل استطاع أن يتعادل ويفوز بهدف سجله في الدقيقة 85. في ترتيب الدوري الفرنسي يأتي باريس سان جيرمان في الصدارة ب 53 نقطة، ليل ثانيا، ليون في المركز الثالث، سانت إتيان وستراسبورغ، ثم مونبلييه ومارسي. مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية الحلقة، نلتقي الأسبوع القادم، إلى اللقاء.